الحقيقة لا، يعني السنة دي لغاية دلوقتي ما فيش حاجة مناسبة ليا، فما يعني يمكن تيجي على آخر لحظة، احنا دايما كده على آخر لحظة تلاقي في حاجات كده، لكن لغاية دلوقتي ما فيش حاجة عجبتني من اللي تقدمه. العمل هو اللي بيخليني أتابعه، العمل حلو بتابعه أكيد، كلهم ما هم كلهم، ما انت النهاردة بتتابع كل الأعمال وبعدين تنقي العمل الحلو، يطلع بقى عادل إمام، يطلع يسرى، يطلع مين، بس في الغالب دايما الناس النجوم الكبار بيعرفوا يختاروا أعمالهم بشكل جيد. لا، السينما دورها كبير قوي، والمفروض ان هي تاخد بالها بقى وتبدأ تنتبه للأعمال اللي هي بتقدمها، المفروض انها تقدم أعمال ترسخ لقيمة الوطنية في مصر، لقيمة الإحساس الوطني، تقدم أعمال الأولاد الصغيرة يتعلموا منها القيم الأخلاقية، احنا محتاجين ده قوي. لغايه دلوقتي انا ما شفتش مسرحيات، لان هم يعني في مسرحيات بتطلع، بس انا الحقيقه لغايه دلوقتي ما اكذبش عليكي واقول لك رحت، لكن انا عارفه ان الاستاذ فخراني عامل مسرحيه وبيقولوا عليها مسرحيه جيده جدا، وهروح له ان شاء الله يعني. طبعا مسرح مصر ده جميل ودمه خفيف جدا على فكره، بيطري على قلبنا شويه، بحب اتفرج عليه طبعا. والحقيقه اشرف عبد الباقي نجح باهر في ان هو يطلع هذه الطاقات كلها، وعلى فكره جماله ان هو عارفة مش حاطط نفسه في فيرست، لا أبدا، هم الفيرست هو يدوب بيساعدهم، فده أنا بجد بشكره وبحييه على الروح الفنية الجميلة دي.